برعاية وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى، قدم كورال البشائر بقيادة الموسيقي سليمان حرفوش حفلاً غنائياً بعنوان شهى العصر على خشبة مسرح الحمراء بدمشق. هدفنا الحفلة هو نشر ثقافة أنه ممكن سيدات تقدم برنامج تراثي ومليء بالشيء الجمالي شكلاً ومضموناً. الكورال بتألف من 40 سيدة ومعنا 3 شباب رح يكونوا مشاركين معنا في لهم شغل معين ضمن الكورال. رح يقدموا مجموعة من الأعمال التراثية، في شيء لأم كلثوم سيدة أم كلثوم، في شيء للأستاذ عبد الوهاب، في شيء قديم للست هدى سلطان، وفي شيء حديث معاصر. نحن رح نغني مجموعة من الأغاني المعروفة الطربية والعاطفية، وفي عنا 3 أغاني خاصة رح نقدمون، هن كلماتي والحاني، شو هالعصر اللي هي عنوان الأمسية، وطفت حروف وكلمات، ويا طير الحمام. على نحن بنقدم الأغاني الطربية والشعبية لنشر فكر، لأنه هو كورال جله من السيدات ما بين 25 ل 80 سنة من السيدات الكبار، فيمكن تكون حالة استثنائية. بالأساس قمنا على الدعم النفسي، أما بعدين صار عندنا مستوى نوعي نقدر نقدم على مسرح الحمراء. الحفل تضمن باقة متنوعة من التراث القديم وبعض الأغاني الحديثة بمشاركة مختلف الفئات العمرية، بهدف إبعاد الجمهور عن ضغوط الحياة ودمج الإنسانية بالموسيقى والمشاعر بعيدا عن الظواهر السلبية للتكنولوجيا. كان كورال البشاير مؤسس من 2019، كان موضوعه موضوع انه ترفيهي نفسي اجتماعي. بعدين خلال الامسيات يلي عملوها لقينا عندهم انه كتير طاقه حلوه، طاقه فنيه بتجنن، فعملوا كم يعني كذا امسيه بجرمانة، اغاني قديمه واغاني جديده، في اغاني للاستاذ عيسى تاليفه والحانه 3 اغاني، الباقيين كلهم قدمة. شاركنا بالكورال من 2019 وبعدنا لهلق مستمرين بالكورال. نحن بننزل يعني عنا الأستاذ سليمان بيدربنا، عنا جو حلو، مركز فيه طاقة إيجابية رهيبة. يعني أنت بتكوني بالبيت تعبانة من شيء أو كذا، بتنزل لتحت بتنبسطي بتفضي بتطلعي كتير مبسوطة. حتى كورال البشائر وبسبب الإقبال الواسع من الجماهير سيقدم عدة حفلات في بعض المحافظات، سعيا منه في نشر رسالته عن الموسيقى والجمال.